أول ما تستلم ورقة الامتحان أخذ نظرة سريعة على الأسئلة. أول سؤال تبدي بحله هو سؤال الإنشاء، وتأكد أنه الإنشاء اللي أنت حافظه مطابق للخيارات اللي راح ينطيك إياها إذا أنطاك خيارات. ركز وبشدة على إنشاء أكتب عن صديق، الدعوة بحالات عيد الميلاد وحفلة التخرج. وانتبه دائما إذا وضعت توقيت في عيد الميلاد راح يكون بالليل، وإذا حفلة التخرج توقيتها يكون الصبح. انتبه كذلك على إنشاء برنامج تلفزيوني، خليك مطلع على إنشاء اكتب عن نفسك والحياة البرية. ضبط الإنشاء، طريقة كتابة الإيميل البارحة نزلت عليها فيديو شوفه. وراها روح على أسئلة قطع الكتاب، ثم حل القواعد، مر عليها مرور سريع، التعرفة أولا وامشي، لا توقف عند نقطة ما تعرفها. انتبه بالقواعد على كلمة فوت قدم، دائما تخليها بصيغة on foot. أما البقية خليلها by train بواسطة القطار، by car بواسطة السيارة، by plane بواسطة الطائرة، by bicycle. ركز على الحالة الثانية مع الإف الشرطية، if I studied hard، جملة ماضي بسيط فارزة، I would pass the exam، would زائد الفعل بصيغة الانفينيتيف. وآخرا حل سؤال القطعة الخارجية، لا تستعجل بالحل، على كيفك، الوقت جدا كافي، والدرجة الوحدة راح تفرق بنتيجتك. دير بالك وخلي الثقة موجودة داخلك ولا تخاف، هذا مجرد موقف راح تمر بيه ويعدي. عدم الثقة والخوف راح ينطي نتائج سلبية، وبالنهاية أتمنى لكل الطلاب النجاح وتحقيق نتيجة إيجابية تسعدكم وتنقلكم لمرحلة أخرى من حياتكم. مع السلامة.